لك يلا يلا مبسوطة بالصفيرة، ازعجتهم كل ما هذا فرخت. يلا واحد اثنين يلا تحركي دمار. انا ما ادري مين اللي سوى رياضة، انا ولا هم، خلاص خلصت الديلي جول حقي. المهم سويت معهم طريقة حلوة اليوم. ايش هي؟ ما قلت لهم ابدا ابتعدوا عن هالاشياء الشيبس والشوكليت، قلت لهم عادي تقدرون تاكلونها بس اعرفوا متى تاكلونها، تكون بعد الوجبة الرئيسية.